قصة العراق أن يبعث رئيس الحكومة مبعوثا عنه لطمأنة سوريا أمر قد لا يعجب بعض الدول التي لديها موقف من النظام السوري بطريقة أو بأخرى، هل نستطيع أن نعتبر بأن السيد الكاظمي أو الحكومة العراقية تريد أن تمسك العصا من الوسط على الرغم من صعوبة هذه المهمة، أم هي عدم وضوح في الرؤية الدبلوماسية الخارجية بطريقة أو بأخرى، يعني غياب المعيار وعدم وجوده؟ تفضل. يعني لا أعتقد أن هناك عصا من الأصل لكي تمسكها الحكومة العراقية سواء من الطرف أو من الوسط. طيب. يعني كما قلت العراق طرف في حرب الخنادق في المنطقة، العراق طرف في الصراع في المنطقة، وبالتالي عندما تتحدث الحكومة العراقية عن علاقات استراتيجية مع سوريا، بالتأكيد هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن وسيط يريد حلحلة الوضع في المنطقة، لأنه الوضع في سوريا وضع معقد إقليميا ودوليا، هناك رفض دولي لبقاء بشار الأسد، هناك وضع خاص داخل سوريا بعد تدخل روسيا، بعد تدخل الإيراني، بعد تدخل الميليشيات، بالتالي كما قلت لا يمكن أن أعول على مثل هذه المواقف العائمة في أن تنتج وضعا يقبل به الجميع، يعني وضع وساطة أو وضع حلحلة للمشكلات التي تعصف بالمنطقة. لا، العراق طرف في حرب الخنادق في المنطقة ولن يستطيع أن يدير ممكن حوارا ممكن بأي دكتور حال من الأحوال. ممكن دكتور نكون أكثر، يعني نكون شوي قاسين بالحكم إذا ما قارنا عراق 2021 حكومة السيد الكاظمي وعلاقته الجيدة اللي تربطه مع جميع الدول ربما المجاورة والإقليمية مع عراق 2012 حكومة السيد المالكي الذي كان ينطلق من أزمة مع الآخرين ربما ولديه علاقة متشنجة مع أغلب الأطراف. هذا الفارق ما يخلينا نقول إنه العراق بدأ يحسن مسار الدبلوماسي بطريقة أو بأخرى؟ يعني لو تقرأ في العلوم السياسية ستكتشف أن هناك جملة يعني أشبه بالبديهيات في السياسة، تقول أن السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية، وبالتالي عندما تكون في إطار انقسام مجتمعي حاد داخل العراق وفي إطار انقسام سياسي حاد داخل العراق، في ظل هذا الوضع لا يمكن الحديث عن علاقات خارجية عراقية قابلة للاستمرار أو يمكن أن تكون مؤثرة. لاحظ كما قلت في البداية في كل القضايا الإشكالية كان الانقسام العراقي حاضرا حتى في هذا المؤتمر. لاحظ لماذا لم تحضر الولايات المتحدة مثل هذا المؤتمر؟ لماذا لم تحضر بريطانيا مثل هذا المؤتمر؟ لماذا حضرت فرنسا مثل هذا المؤتمر؟ لماذا؟ لأن الولايات المتحدة لن تحضر مؤتمرا موجودة فيه إيران، بريطانيا لن تحضر مؤتمرا موجودة فيه إيران، وبالتالي تم التعويل على فاعل دولي لا علاقة له بالعراق، يعني لا العلاقات العراقية الفرنسية يعني محدودة. علاقات في بسيطة علاقات غير استراتيجية، وبالتالي لا يمكن للدولة الفرنسية أن يكون مؤثرا كما لو كان هناك حضور أمريكي. لهذا حتى في إطار طبيعة الدعوات ستكتشف أن هناك قناعة كاملة لدى الحكومة العراقية بأنه لا يمكن لها أن تنتج أي حل، يعني لا أقول أي مخرج سياسي من هذه الاجتماعات. بالتأكيد يعني أنا لا أقول أنه لن يكون هذا المؤتمر به إيجابيات معينة، يعني بالتأكيد في بعض الأحيان مجرد جلوس الفرقاء على طاولة واحدة يعني هذا ربما يخفف من التشنج، يخفف من التوتر، ولكنه لا يمكن أن ينتج رؤية سياسية. نحن نتحدث هنا يعني ليس عن خلافات بسيطة بين الدول، نحن نتحدث عن تقاطع استراتيجيات عن وضع جيوسياسي، عن وجود أهداف بعيدة المدى. يعني عندما نتحدث عن إيران على سبيل المثال، لا، إيران لديها استراتيجية في المنطقة، لديها عقيدة ترتبط بطبيعة الهوية الأممية الشيعية التي تدعو لها في المنطقة، وبالتالي لا يمكن أن تقنع إيران بأن لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان أو العربية السعودية أو اليمن أو البحرين. يعني مثل هذا الكلام سيكون عبثا مع الوفد الإيراني. لهذا
لا أعول على أي نتائج سياسية. كما قلت النتائج السياسية يجب أن ترتبط بمقدمات واضحة، لا وجود لأي مقدمات تنبئ أو مؤشرات تنبئ بأنه يمكن لهذا المؤتمر أن يكون ناجحا بأي حال من الأحوال.